سيدي علال إنسان كان عاشر في إفريقيا، ولكني مكث في السودان أكثر، وأهل السودان كلهم يحبوه على الخصائل نتاعو وعلى البشاشة نتاعو وعلى كلمة الإجماع نتاعو وعلى محبته وعلى الكرم نتاعو وعلى أموره اللي وقف معهم، وهذا أمر الله سبحانه عز وجل. فربي دا حاجته، ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون وكل نفس دائقة الموت. نترحم على الفقيد ونسأل الله عز وجل ذريته وأهله الخير والبركة والعطاء حيثما حلوا وما ارتحلوا، وتعازينا لفضيلة الخليفة العام الذي لا يهنأ له بال وهو يتفقد إخوانه وأبناء الطريقة في الجزائر وخارج الجزائر. سيدي علال رجل محبوب لدى القادة ولدى العامة ولدى جميع الشعب السوداني، وهو نعتبره السفير الثاني لدولة الجزائر الشقيقة، ونحن والجزائر يعني دول لها علاقات متينة ضاربة الجذور في التاريخ، وعمق هذه العلاقات عمقتها الطريقة التجانية بمختلف زواياها ومختلف شيوخها.